بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، لقد حذر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من البدع، وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام عنها أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر الله عز وجل قبل ذلك فقال: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال ربنا تبارك وتعالى في الآية 31 من سورة آل عمران آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأكمل الله عز وجل هذا الدين وأتم النعمة فقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال أنس وكما قال مالك بن أنس: ما لم يكن في عهد النبي دينا فلا يكن في عهد غيره دينا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ونحن في العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيامها وقيامها إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا ليلة القدر صياما وقياما إيمانا واحتسابا. ولقد كثرت الأفكار، وفي كل سنة تزيد فكرة عن فكرة، وتنسب بعضها كذبا وزورا وبهتانا لبعض أئمة الحرم الفضلاء، حتى يروجوها مؤلفوها وكاذبوها بين الناس. والله عز وجل قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: من روى حديثا ويعل عني وهو كذب فوحد الكاذبين، وفي رواية فوحد الكاذبين، وفي رواية فوحد الكذابين. ولقد تعدت الأفكار الذهبية خلال العشر الأواخر من رمضان، فهذه الفكرة تقول: اقرأ كل ليلة سورة الإخلاص 3 مرات، فإن وافقت قراءتك ليلة القدر كمن قرأ القرآن الكريم كاملا يوميا لمدة 84 سنة. ثم يذكر حديث: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن. والفكرة التي بعدها: اقرأ خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض الآيات، فإن وافقت ليلة القدر فقد كتب لك قيام 30,000 ليلة. طبعا يضع بعض الحديث: من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، رواه مسلم. وهذا استدلال في غير محله، فإن مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قل والله تعدي ثلث القرآن، هذا من حيث مشروعية الشيء في أصله، لكن تنزيله على العشر الأواخر ليس صوابا. وكذلك خواتيم سورة البقرة. وكذلك الفكرة الرابعة: تصدق لك بما تيسر، فإن وافقت ليلة القدر كمن تصدق لمدة 84 سنة. الفكرة الخامسة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، 100 مرة كمن أعتق 300,000 رقبة. الفكرة السادسة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبير، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فإن وافقت ليلة القدر فقد ولات يدك من الخير لمدة 30,000 يوم. وهكذا. وقل رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات الحديث، فأنت بذلك تصل إلى 60 بليون حسنة. والفكرة الثامنة: سبحان الله 100 مرة تعدل 30 مليون حسنة. الفكرة التاسعة: سبحان الله العظيم الحمد 100 مرة تعدل 3 ملايين نخلة في الجنة. اللهم صل على محمد 100 مرة 3 ملايين رحمة من
من مالك الملوك، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، فإن وافق ليلة القدر 3 ملايين كنز في الجنة إلى غير ذلك. يقول كل هذا يدخل أيها الكرام الفضلاء في البدع، لأن الدعاء والذكر توقيفي وهو عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلا بد فيها من دليل من دليل الإباحة والمتابعة والإخلاص والمتابعة، والأصل في العبادة الحظر حتى يدل الدليل على الإباحة، ولا يوجد دليل يدل على ذلك. كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ليلة القدر أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، فوضح الأصل في هذه المسألة في مسألة الصلاة والعبادة فيها في الصلاة، وهذا يتوافق مع قوله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، في مسألة التخصيص وهو مسألة الصلاة، من قام القيام. وعائشة قالت: إن أنا أدركتها ماذا أقول؟ قال: قولي الله منك عفو تحب العفو عفو عنه. في رواية: الله منك عفو كريم. بعض العلم قالوا هذه كريم شاذة، بعضهم صححها: الله منك عفو كريم تحب العفو عفو عنه. وهنا عائشة سألته ماذا هذا، تأملوا هذا الذي يغفل عنه كثير من أصحاب هذه الأفكار. عائشة هنا تسأله تقول له: إن أنا أدركتها ماذا أقول؟ قال: قولي الله منك عفو تحب العفو فاعفو عني. ما قال: لا قولي هذه الأفكار، قولي الأفكار التي اخترعها الناس، كان قبل أعوام عبارة عن فكرة فكرتين، الآن وصلنا 10 أفكار ولا ندري السنة 11 فكرة ولا ندري في السنوات القادمة كم نطل من الأفكار. انظروا ماذا قال لها النبي: قولي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، وأوتي جامع الكلم. فهؤلاء الذين يخترعون مثل هذه الأشياء، هل أنتم أيها الفضلاء الكرام أفضل من تشريع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل أن النبي ما بلغ وأنتم جئتم تزيدون مثل هذا؟ فيا أخوان اتبعوا ولا تبتدعوا، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي المسلمين. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد والهدي والكتابة والسنة على فهم سلف الأمة. تم تحريره صوتيا في فجر يوم الثلاثاء 22 خلونا من رمضان لعام 42 و400 نفس من نية العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع ثانية المسلمين أجمعين، واحفظ والدتي على طاعتك، وارزقني برها، ويسر أمورا، واغفر ذنوبنا، ويسر عيوبنا، واغفر قلة أمرنا كل خير، وعينهم على كل بر. اللهم اخلأنا واحفظنا، ويسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا من الذين يدركون ليلة القدر فيفوزون بعظيم الثواب والأجر. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.